بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللي توي قابلته السيد الدكتور مصطفى بن جعفر باعتباره رئيسا للتكتل، وهو الضلع الثالث للترويكا والائتلاف الحاكم، الثالوث الحاكم، وكان ذلك في إطار المشاورات حول التحوير الوزاري الذي دابت الترويكا على مواصلة النقاش حوله منذ عدة أسابيع. نحن الآن على مشارف نهاية هذا الحوار، وهنالك تصور عام اليوم، تصور توافقي بين أعضاء الترويكا وبين مجموعات سياسية أخرى لتشكيل حكومة إن شاء الله، حكومة وحدة وطنية. نحن نطمئن الشعب التونسي بأن المسار الحواري التفاوضي حول تشكيل الحكومة يعني يوشك أو قد اقترب من نهايته، والتي سيعلن عنها رئيس حكومتنا السيد حماد الجبالي غير بعيد إن شاء الله. سيد درس تغنوش. هو اختار ديكلاراسيون، ما كانش باش يصرح. سي عامر العريض، رينا اللي تمت مقابلة بين سي مصطفى بن جعفر رئيس مجلس التأسيسي وسيد رشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، نجموش نعرفوا في أما إطار تتنزل المقابلة هذه وشنية فحواها؟ المقابلة كانت في إطار الحوار داخل الأحزاب الترويكا حول استكمال اللمسات الأخيرة للتحوير الحكومي، ونقترب يعني من إعلان هذا، من نهاية هذا الحوار لإعلان نتائجه وتشكيل الحكومة التي سيعلن عليها السيد رئيس الحكومة. سي عامر، سؤال يطرح نفسه، يعني اللقاء هذا هل هو لإيجاد التوافق بين حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات كزوز مكونات من مكونات الترويكا، أو لإيجاد توافق وتطعيم التحويل الوزاري القادم، يعني تطويع الحكومة بمكونات أخرى؟ الجلسة كانت حول هذا وذاك. خليني نسأل آخر سؤال نختمه به. سي عامر، اليوم التكتل معناتها على حسب تصريح سي خليل الزاوية يطالب حركة النهضة بالتخلي على بعض الوزارات، شنو هو موقف حركة النهضة فيما يتعلق بالنقطة هذه بالذات؟ نحن في حوار، يعني ستعلن نتائج التحوير قريبا، والسيد خليل الزاوية له أن يصرح كما يريد، ولكن نحن في حوار، نتائج الحوار هي التي ستعلن.